Okay, we come back, you know. Anyway, come para the Halloween events was a great success. Ridiculous amount of money, guys. احنا قلنا التشارم ايش الميزة التشارم في البيس ماستر ان مثلا هذا وحش بدل ما اذبحه اخليه يجي معاي اسوي له كذا تشارم صار سيطرتي وين ما اروح الوحش معاي شفت كيف ف شيء جميل بيس ماستر جوب مرة حلو اتمنى يكون في فاينل 14 في اسرع وقت يعني في وحوش ودك تمسكها وتروح تقطعها لوحوش ثانية راح يكون شيء جدا جدا ممتع طيب هل هو بس كذا لا تروح يقاتل معاك يا حبيبي هل قبل تعبان قول لك كذا شوف شلون يجدد فيه ويذبح في القبلونز فطبعا لما تكون قتال قوي فانت ايش يصير انت تقدر تطب مع الوحش حقك هذا والبيست وتضرب في القبلون شفت كيف يعني هو يطق من جهة وهذا يطق من جهة وراح فيها المسكين زين خلصت من الوحش تسوي له ريليز قل لك كذا وخلاص شوفك على خير جب صراحة روعة جب روعة طيب انا وين رايح يا شباب رايح منطقة العالم تكرهها انا رايح بس كذا عشان اتمعن فيها ايوه منطقة كهف كذا وندخل من تحت احد تذكرها قبل لا تطلع قبل لا تلود قبل لا تنفتح احد تذكرها ما حد تذكرها The old damn necropolis المنطقة هذه مرعبة كل اللي فيها هياكل عظمية فعشان كذا العالم يعني ما تحب تكون هنا كلها منطقة هذول الهياكل فبتقولوا لي ايش قصة الهياكل هذول في الجيم هنا لما دمك ايوه طاح سبايك مع انه فاكت قديم بس انه روعة anyway الهياكل لما دمك هنا يوصل مش النص تحت النص اتوقع او الربع يقلب لونه اصفر لما يكون دمك اصفر الهياكل على طول تيجي تهجم عليك حتى لو انك من بعيد يعني زي اللي تشم الدم وتطب عليك فكان يعني رعب انا حسب اتذكر ان هذول كلهم صغار بس في منطقة نطب معاها وندخل على الحوانش الكبار طبعا الهياكل العظمية والغوست والشغلات هذه البيس ماستر ما يقدر يسوي لها تشار مو كل شيء عاد نسوي لها تشار الوحوش الانمات برضو ما نسوي لها تشار مو كلها طبعا في بعضها ممكن اللي يطلع معها الادج نسوي لها تشار بس اللي هنا لا ايوه هنا كان وش اسمه هذا الليتش اي هذا ليتش هذا اللي يطيح حق ليفل 50 ليتش هذا اللي يطيح ليفل 50 الايتم حق ليفل 50 عشان
هنا اللعبة طبعا فيها ما تقدر تلعب من واحد الى ليفل 99 حيوة، لا في تشالنج توصل طبعا 18 تسوي تشالنج، بعدين ليفل 50 الحد الاقصى، بعدين تسوي تشالنج، بعدين ليفل 55، بعدين 60، بعد 65، وهكذا كل 5 ليفلات فيها تشالنج، لازم تجيب ايتم معين، لازم شيء معين عشان تقدر توصل. طبعا هذا الكا دا طبعا اتوقع ما ادري هي اي وحده نطب فيها اللي في النص نقول بسم الله، لا مش اللي في النص. ها شو السالفه؟ قفلوها ولا ايش؟ قفلوها؟ مش عارف بس اتذكر ان في وحده نطيح تحت يعني في منطقه اكثر خطوره، لكن العالم يا ما جت هنا يا ما قالت. طبعا الرسوم هنا مش عارف يعني لحد الان انا افضلها اكثر على يعني اتكلم الديزايننج يعني معلش انك تشوف كيف كيف تمشي بالقلعه وكذا، حتى لو رسوم قديمه لكن تحس فيها الجيم تعطي. طبعا لحد الحين بس مجرد اني امشي واسولف، ما في اكشن، ما راح اسوي اكشن الا يمكن في الساعه الثالثه من شو اسمه توبول. اخر عني واخر ببدا اوريكم بعض الاكشن. طبعا هنا ما في جمب، ما تقدر تنط، ممكن تطب من فوق لتحت بس انك ما تسوي جمب، يعني هذه واحده من الشغلات اللي هي اللعبه كذا يعني مسوينها. Fallen Knight. رحت المنطقة آخر منطقة ربما. مش عارف ليش أخذ دانسر، كان المفروض أخذ ممكن وايت ميك، راح أغير. طبعا هذول اللي هنا اللي يشبهون الناس يسمونهم شادوز، ظهر هنا. ايوه اوبا طلعنا، واو سوالي اقرو. اوه بس انه ايزي، بس سوالي اقرو. شفتوا كيف الاقرو؟ يلا طبعا زي ما كذا رول بلاينج، القتال رول بلاينج، ما هو زي 14 شغلات وضرب وضرب. انا ايش قاعد اسوي؟ عطها رقصه. طبعا هذه الخاصيه حقت الدانسر، اساس كل ما اضرب اخذ دم اعيش نفسي. صح شفت بالنوعكم ناسين الموضوع. عطا ويبن سكيل، يا سلام يا سلام. ايش رايكم فلة؟ اكيد فلة ما يبغى لها شيء. طيب هنا نقص دم. طبعا هذا شو اسمه زي ما شفتوا هجم علي هنا مزود الليفل حقهم، ما كانوا كذا كلهم ايزبري يعني يقدر يصيدك بسهوله. فدرعا للمواقف هذه كيف احنا نعدي الاماكن هذه؟ عاده تروح تاخذ لك ايتم بس والله شكله ما هو عندي. تحط زيت يعطيك خاصيه اسمها سايلنس، لكن انا ما عندي زيت فلذلك ايش راح اسوي؟ راح اطلع، ولا تقدر تسوي تشارم هنا. ف عندك الجيك اوكي مظبوط، تعطيني سنيك وانفيزبل بحيث انه ما يشوفوني ولا
يدرون عني، فأقدر أمشي وين ما أبغى على كيفي. شفت شلون؟ قلنا لكم اللعبة سمباتيك، تروح تحوس يمين تحوس يسار، سوي اللي تبي. طبعا هنا أنا حاط زي الإيكو ماكرو، تمشي تمشي. طبعا 30 ثانية هو اللي عارف انه 30 ثانية تمر ولا احد يهجم عليك ولا شيء، الا اذا كان بعض الوحوش زي الان امز الشغلات هذه مستحيل. يعني في بعض الوحوش لا ترو سايت، يعني حتى لو انت انفيزبل مخفي تصيدك. انا ايش قاعد اسوي؟ يمين ولا يسار؟ يمين ولا يسار؟ يا ما جينا هنا وسوينا فارمينج وسوينا بلاوي. المفروض اروح ايه مع الحفرة. والله غريب السنيك مطول، شكله طول ومدته. ولا بالعادة يعني اللي عارف انه 30 ثانية حاجة 40 ثانية بالكثير. قلنا لكم سهلوا اللعبة على العالم، سهلوها زي ما قاعدين يسهلون في 14 يسهلون هنا. يبون الواحد بس يلعب وبس. العب يا عم. رجل الخفي انا ما اشوف اني رايح للباب، انا اشوف اني رايح عكس صح؟ انا اشوف اني رايح عكس. وش ذا؟ ديسنت. اوه ديسنت، لا هذول جامدين شوي. ايوه شفت اعطاني التحذير اللي بالاحمر. التحذير هذا يعني يقول لك خلاص راح تروح، فممكن انت تضغط عليها وتشيلها مانيوال، يعني ما تستناها عشان تضبط امورك. شفت الصوت تك 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 هذا؟ سوي له جق مرة ثانية. وحطها وامشي. عشان كذا انا كنت الغالب يستخدمون الدانسر، لان خلاص الدانسر يعطيك كل شيء يوسع صدرك. المفروض اروح يسار. الدانسر يوسع صدرك. اعتقد هذا حق فويد واتش. نعم حق فويد واتش، حاجة كذا تروح زي الدنجن تحارب. طبعا في نظام هنا دنجن وكذا بالسيلز، جمع ايتمات معينة وتروح تقاتل فيها ويعطونك ايتمات يعني تسوى، او اسلحة تسوى او ارمرز. يعني هذا الحلو ان هنا في ارمرات تسوى. 14 احيانا يرمو لك شغلات ما ادري ايش تبغى او اشياء مكررة. فطلعنا هلا والله. بام 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 بام. ايش السالفة؟ كأن فيه عصير يا ولد. اوكي ها اي في هواء بس مو لهالدرجه عاد. ما ادري الفاكت مو طبيعي. عموما زي ما شفنا حنا كيف الوضع.
الحين انا طلعت في النص. طلعنا في النص. عندي تليبورت. ما عندي. وين الكتجل؟ والله شايلهم كلهم. ما عندي شيء. هذه تبغى تلعب بالمنظور العالم العالم المنظور الأول. شوف شوف القمر فوق. سلام. ورثلس ورثلس يعني ما يسوى شيء. خلها في حاله. بيتارو كيف احنا ندق مشاوير؟ المسائل ما هي سهلة بتاتا. اللعبة كلها مشورة في مشورة، فالوضع سمبتيك. طيب الحين انا خلصت جزئية من هنا وخلصت جزئية من هناك. الحين نبغى نروح وين اوديكم؟ وين نروح نستعيد الذكريات فيه؟ طيب خلوه الحين. صابت another home point. جن وين الأبر الظاهر أو البورت؟ الأبر صح؟ بيطبع هذاك وين يوديني؟ هنا هم بوينت وهنا هم بوينت. وين انا بروح؟ اوكي انا ما راح اتكلم لانه قام يستهبل علي بصراحة. ما كنت سويت شيء بس شقحني شقها بس انه مجانا. اوكي يعني داخل المنطقة ببلاش. حلو ممتاز شيء جميل. طيب فوق يودين شو اسمه المنطقة الرئيسية العاصمة بس ما نروح لها. نبغى نروح الحين مناطق ابعد. فايش رايكم نروح على تشوكوبو ولا نروح على الطيارة؟ اي منطقة فيهم نروح؟ هنا وين يوديني؟
مسكينة. بولان بيري، لا ما له بولان بيري. عجل البورت. أيوة سرمي كم كامبين شامبين أو كامبين. هذه اللي نبغى نطلع لها. سوينا هوم بوينت. مو كل الكريستالات أنا يعني طلعت لها. صح قبل لا نطلع كامبين أنا صراحة بمر المناطق كلها بختصر لكم أشياء كثيرة لأن صعب أصلاً بتشوفون كل الشيء هذا يعني. والله وش الاسم؟ بازار. هذا مسوي سوق الحال مول الحال هذا. والله شو زحمة الايتمات. هذا قاعد يبيعها. وش ذا اللي ب 53 مليون؟ سلامات سلامات. طبعا انت تبيع على راحتك يعني هذا الحلو في الموضوع انك تبيع على كيفك هنا. طيب حنا نازلين الحين تحت. طبعا البارتي هنا مو اربع اشخاص، البارتي ست اشخاص، تانك وهيلر والباقي دي بي اس او كيفك يعني. تقدر تجيب اثنين هيلر، تجيب ان شاء الله كلهم هيلر. انت مو محكوم في بارتي يعني معين. anyway الحين هذه كوايفيوم ايلاند. منطقة كوايفيوم ايلاند ايش اللي يعني ايش اللي يميزها؟ هذه منطقة الناس اللي ليفل 20 لين ليفل 25 يجون هنا شغل تلفيل. اتوقع يصل، ما ادري والله يصل، لا من 20 الى 25 مضبوط. منطقة ثلجية زي ما تشمل الخريطة، وفيها يطلع البيهاموث. طبعا معروف البيهاموث في المناطق الثلجية، البيهاموث يطلع هنا. البيهاموث كان يطلع كل 24 ساعة. هذا تتكلم على ان ام زين، وكل ثلاثة ايام اوكي يطلع كينج بيهاموث. طبعا البيهاموث صغير وعلى قده، لكن كينج بيهاموث كان يبغى له ريد مو طبيعي. يبغى له يعني احنا قلنا البارتي من ست اشخاص، نسوي الاينس، نسوي يعني 18 شخص، ثلاث بارتيات مجموعهم 18 شخص، غير الناس اللي من برا يعني وقت القتال يطلعون ناس ويدخلون ناس وعادي يعني. القتال هنا كان ياخذ فترة طويلة نص ساعة وأكثر. في تشنمات كانت موجودة تاخذ قتالها ياخذ وقت طويل 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 جدا جدا يعني بلا مبالغة يقعد لك بالعشر ساعات يقعد 24 ساعة. أنا اللي هذا يقول لي إنك قاعد تبالغ 24 ساعة قتال، لا فيه، روح شوف اليوتيوب أو شوف الناس اللي لعبت أول على وقت الجيم في وقتها، شوف ايش كانوا يتكلمون، شوف المعاناة اللي كانوا الجنود يعني. انت تلعب الجيم تقاتل تروح تطلع تقول مع السلامة تروح تنام تصحى الصباح ولا بعد ما ادري كم تاكل تفطر كذا ترجع الجيم تلقى العالم لسه قاعدة تذبح. يلا فلان تعال معانا، يلا وخش معاهم. كان جنون صراحة، الجيم جنون. اوكي وصلنا المدخل حق المنطقة. زي ما قلنا منطقة ثلجية فيها هذول العمالقة جاينتس. وفيها دولفكت تاور او دولفكت والله وش اسمه نسيت. العالم كلها مرت من هالطريق. طبعا كلو ليفل
اول الوحش هنا اذا سوالك اقرو معناته بيلحقك لين اخر النهايه ان شاء الله، لين توصل اخر الماب وهو يلحقك. ما كان في نظام انه اذا وصلت يعني قطعت مسافه معينه يرجع مكانه وكذا، هذه في الاخير ضبطوها فصارت فيها مشاكل، لان في ناس مثلا يلحقها وحش انت تكون تقاتل عند الزون ويجيك واحد أمة محمد تلحق من الوحوش ويدخل يزون في الوحوش وهي راجعة، أول واحد تلقاه في طريقها أنت فتذبح فيك فتروح فيها. ف كويس إن عدلوها بحيث إن الشخص اللي لحقينه هو اللي يكون التارجت حقهم، أي شخص ثاني ما لهم شغل فيه. هذه تعدلت جسمه. نشوف الحركة اللي كنت أسويها أول، لسه على الأكشن المهارات. كمان فأقول لك دانسينج وومن، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لسه السكيل موجود. اللي يقول سكيل مو موجود، لا موجود يا اخي، والخبره موجوده كلش موجود. انا نوع من الهياط ما عليكم منه. فهذا القصر الكبير طبعا توصل للاخير، و هذا يعني قاعد هنا وش يسوي لفل الحاله. بلوميك ايوه، هذا من الجبات اللي تشفط ال ال الاكشن تبع الوحوش، ياخذها يتعلمها فيطبقها على الوحش مره ثانيه. هل تعتقد انك شفت اللعبه كامله؟ لا، لحد الحين ما شفنا حتى الربع، بس انا قاعد يعني زي ما قلت لكم في الفيديو الاول اني بقعد الف على المناطق الذكريات. طب الحين داخل المنطقة المكان اللي يطلع فيه بيهاموث، صار بيهاموث الحين ما يطلع كل ساعة وكذا، خلاص ان اللعبة تغيرت فصار يطلع عن طريق بوب ايتم. بس مجرد نحط الايتم يطلع لنا البيهاموث وبعدها تبدأ تذبحها. كان النظام زي الهنت كذا، ناس واجد يمشون ويروحون هنا والله مشوار والله، حتى انا على بالي وصلت. شفت قلناكم يا شباب اللعبة مو طبيعية، لسه ما وصلنا دانسينج وومن. هذه تبع البويد، لا تقول لي الطريق مقفل، هذا حق الباست. اجل بها مس في الجهة المقابلة. مشورة مشورة من جد. اوه كأنه في كريستال عند ال، يلا راحت علي. كان ودي اني اسوي لها، بس اتوقع انه في كريستال هناك. ايوه وين رحنا؟
ايش الزون هذا؟ ايوه وصلنا. اوكي بيهموث دايمنشن، فهذا المره هذا الدايمنشن اللي تبع البيهموث بحيث انه يطلع هنا. طبعا كيف تعرف انه يطلع؟ الناس يعني عادي يحط بعضهم يحط كاركتر لما يطلع له، او في ناس توقت الوقت اللي يطلع فيه خلاص، بحيث انه بعد ما تذبحه ويطلع في ويندو يطلع فيه من 21 ساعة، من بعد 21 ساعة الى 24 ساعة. يعني اسرع شيء 21 ساعة يطلع، واقصى شيء يطلع 24 ساعة. وكل ويندو لها انتيربل، يعني اول نص ساعة ما طلع بيطلع في نص الساعة اللي بعدها، ما طلع في نص الساعة اللي بعدها، فبالضبط يعني عارفين متى راح يطلع. ما طلع في الويندو هذا بيطلع في اللي بعده، ما طلع هذا في اللي بعده. يعني حسبة بسيطة راح تكون عندك من 21 الى 24، يصير عندك 6 ويندوز، 6 ويندوز ايوه، بيطلع في واحد منهم غصبا عنه. الناس كانت جدا عجيبة، توقت بالثانية هنا للانمات بالثانية. شايفين المشوار؟ قلنا لكم مشوار، ما حد يسمع الكلام. طيب الحين في يمين ويسار، ما اعتقد يفرق يمين ولا يسار. اهم شيء ما في شيء يسوي اقرو، نرفعوا ليفل حق وحوش او شيء معين، احنا ما ندري. تخيلوا بالغلط كذا اشوف بها مطالع، ليش فقد اضحك؟ يكون احد مطلع ناسي. انا ما ادري ايش قصتها هذه. بلا ايه؟ بلانر ريبورت. فهذه المنطقة اللي يطلع فيها بيهموث، انتم شايفين القتال يصير هنا يا مناس. اوه هذا بيهموث، واو والله على حظكم، هذا واحد مطلعه. شفتوا كيف حظكم؟ بس هذول ايش ام بي سيس؟ انا يعني ملقلق ان في واحد المفروض هنا. طبعا هنا ما تقدر تذبح، اذا في واحد يطق الوحش ما تقدر تذبح. شوف يقول لك الريدي كلايم. طبعا هذا الجب اللي قاعد تشوفونه يضرب، هذا ثيف. شايفين حركات الثيف؟ هذا الثيف اللي راح ينزل، راح ينزلون على الناروك. وشايفين الدم قلت. بس مش عارف انا في تانك هنا ولا وش سكران بهم ولا. ممكن بول باك. Anyway. طبعا هذا زي ما انتم شايفين بيهموث مرة صغير. في كينج بيهموث طبعا اكبر وكذا. بس صراحة قصتهم الام بي سيز، يعني صرنا نطلع 3 ام بي سيز غير هالبطة ذي ساكورا.
والله ما ادري صراحه، لكنه شيء جديد. طبعا عادي صح، تقدر تتنك من ورا اذا كيف، لانه غبي اصلا. ايوه بس الامبيسيز هذول صراحة يقتلون معاك هذا شيء. يعني ثلاثة خلاص ما بقى له شيء ويموت. طبعا ما عنده حركات قوية بيهاموث، لكن كينج بيهاموث عنده حركات قوية. الالمنتال ما لنا شغل فيها، الالمنتال لما يكون معاك وايت ميج او هذا ويستخدم الماجيك تسوي له اقرو، فما راح تضر الثيف. واذبحه بهموس. يا ساتر ثلاثة كمان. يمكن هنا ال شو اسمه، مش عارف، انا بشوف اذا بتطلع ال الثلاث ام بي سيز. والله فيري نايس صراحة، متى ثلاث ام بي سيز صراحة؟ اذا كذا انا برجع للجيم، يعني ثلاث ام بي سيز وغير اللي معاي ال شو اسمه الماستر، ايش بتسوي انت؟ بتجيب العيد في الجيم. طبعا هي طبعا بعد ما تذبح البيهاموس هذيك العلامة طلعت، ما ادري هنا في علامة ولا ايش. اي هذيك العلامة اللي هي بالاستفهام، بس بمجرد انك تحط الايتم. يا سلام، لا والله يا عيال انا شكلي بخلي 14 بجي هنا ايش الدلع هذا، ايش الدلع هذا؟ ايوه باقي واحد، باقي ساكورا، طلع ساكورا بالله. ها ولا طلع. ايوه انتوا شايفين اللي قاعد اشوفه؟ شغل اخبار، شغل اخبار. المهم هذه هنا زي ما قلت لكم اللي يطلع بها موت، بس مجرد انك تحط الايتم هنا وراح يطلع لك سواء بها موت او كينج بها موت. اذا ذبحت بها موت راح يطلع لك ايتم تطلع فيه الكينج بها موت. لكن هنا ايش ال ايش ال ايش ال ايش السالفة؟
هذا اتوقع راح يطلع بهاموث او كينج بهاموث، نشوف واحدة منهم. طلع بهاموث شقحنا لهذا، طلع الكينج، بنشوف كيف. امس بوريكم كيف راح يطلعه. راح يجي يحط الايتم، واو طلع كينج بهاموث. هذا كينج بهاموث، شايفين كيف؟ طبعا كينج بهاموث في ميتور، نزل ميتور. ايوه انا ما ادري بتجيب فين العيد ولا لا، ذي الحركه يعني ما ادري عن مدى قوتها يعني، ما جربتها بعد ما صار في هاي ليفل والشغلات هذه. لكن اشوف الشغل صراحه، وليش العالم كلهم ثيفات؟ ايوه سيف، سيف دانسر. ميتور شفت الميتور؟ اوف فاك، واو 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 واو، الف وحاجة. شايفين الدم اللي عندي؟ شايفين دمي كيف صار؟ الف وكم؟ كم الطقة؟ وين راحت؟ 1079. طبعا لاني هاي ليفل شوي يعني، لو هذا كان عينا زيادة. anyway شفنا صارت لنا فرصة نشوف البيهاموث، شيء جميل. يقول لك you feel mysterious energy force unknown source however your presence does not seem to lift. اعتقد هذا حق الجديد. anyway انا برجع الان بدقها رجلية الى جنوة مرة ثانية، وننطلق من جونا المنطقة ثانية. فخلنا نوقف ونقطع التسجيل.